رح ننتقل للحديث عن أهمية الغلاف بالنسبة للأرض. يعمل على تنظيم درجة الحرارة وتوزيعها على سطح الأرض، ثم تنظيم أشعة الشمس، ثم يمنع نفاذ الأشعاع الأرضي إلى الفضاء. وأخيرا رح ننتقل على الأثار البيئية الناتجة عن ظاهرة الاحتباس الحراري. ارتفاع مستوى البحار نتيجة انصهار الثلوج بسبب تآكل طبقة الأوزون، انتشار الأمراض وحدوث تغيرات مناخية شديدة، ازدياد الفيضانات والأعاصير، حرائق الغابات، انقراض بعض الكائنات الحية، وأمطار حامضية، وجفاف، التصحر. ينتهي درسنا هنا، ونتابع لكم في حصص قادمة إن شاء الله.